إجراءات أمنية مشددة أحاطت بولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته فرنسا حتى في مقر إقامته في قصره الفاخر في بلدة لوفيسيان، خوفا من إقدام ناشطين على اقتحام القصر أو قطع الطرقات إليه. تقدمت منظمتا الديمقراطية الآن للعالم العربي ومقرها سويسرا وتريل انترناشنال في الولايات المتحدة بشكوى مؤلفة من 42 صفحة تؤكد أن بن سلمان متواطئ في تعذيب الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإخفائه القصري في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018. منظمات فرنسية عدة أيدت ودعمت هذا التحرك، منها أمنيستي. هدفنا هو التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في السعودية، سواء على مستوى الحرب في اليمن أو على مستوى الإعدامات، حيث شهد العام الماضي إعدام 65 شخصا، وفي يوم واحد في مارس الماضي أعدم 81 شخصا. هذا أمر مرعب، بالإضافة إلى أن كل المجتمع المدني والمعارضين ومنتقدي النظام هم في السجن ويتعرضون للتعذيب ولا يمكنهم التعبير عن آرائهم. وأثارت المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان مسألة ضرورة توقيف بن سلمان، وأن عدم الإفلات من العقاب لا يشمله، كما بررت السلطات الفرنسية هذا اللقاء بين ماكرون وبن سلمان. القانون الدولي هناك مبدأ راسخ أنه لا حصانة مع جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وما ارتكبه الأمير محمد بن سلمان في عدد من المناطق خاصة في اليمن هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم جريمة التي ارتكبت في حق جمال خاشقجي والتي تكيف بمنطوق القانون الدولي أنها جريمة ضد الإنسانية على اعتبار أنها قتل خارج نطاق القضاء. وحسب مصادر المحامين فإن القضاء الفرنسي قبل بالدعويين لأن بن سلمان كان على الأراضي الفرنسية وهو شرط أساسي لقبول الدعاوى، وأن لديه أي للقضاء 3 أسابيع للنظر فيها، وبعدها يقرر إما الاستماع إلى بن سلمان أو يرفض ذلك. وكان ولي العهد السعودي قد نفى علاقته بمقتل خاشقجي، وقال في تصريحات سابقة إن الرياض اتخذت الإجراءات القانونية بحق جنات. منظمة مراسلون بلا حدود رأت أن إعادة إدماج محمد بن سلمان في العلاقات الدولية لا يمكن أن يتم في تحدي للحقيقة والعدالة، وطالبت الرئيس الفرنسي بالتدخل لإطلاق سراح 27 صحفيا معتقلا لدى السلطات السعودية. على الرغم من الدعاوى ضد بن سلمان في فرنسا وغيرها وتحرك منظمات حقوق الإنسان التي طالبت بتوقيفه، استكمل ولي العهد السعودي جولته الأوروبية وغادر فرنسا من دون أي مضايقات قضائية. توني شمي، الحرة، باريس.